الو مرحبا. الو اهلا وسهلا. مرحبا. مرحبا الفنان كاظم الساهر من باريس. اهلا وسهلا، كيف صحتكم؟ اهلا وسهلا فيك. انتم مستضيفين فنان رائع انتم. والله والله اكتملت الروعه بسمع صوتك. الله يسلمك. انا بلغ الاستاذ محمد انه انا من اشد المعجبين بفن رائع، سيرته الحلوه من زمان، وربي يعطي الصحه ان شاء الله ودائما يظل على المستقبل هذا. شكرا استاذ كاظم، انا سعيد جدا بسمع صوتك لاول مره اسمعه. الله يسلمك. ويعني هذه تضاف الى رصيدي الفني. الله يسلمك. وايضا كنا نتمناك في الجنادريه السابقه، ولكن ان شاء الله في الجنادريه القادمه او في احدى الجنادريات نرى صوت العراق من خلالك انت متواجد معنا على الساحه العربيه في قلب الجزيره العربيه الرياض. لابد لانه قلبنا دائما مع الشعب العراقي ومع محنته اللي نرجو انه يتجاوزها بحول الله ويخرج منها بسلام. كل الناس بالطريقه الجميله الانسانيه تجاه اخوانهم وتجاه اطفالهم على الاقل اللي يدفعوا المعاناه كبيره في نحن اول مره نسمعكم على الهواء الفنان كاظم الساهر والفنان الاستاذ محمد. انا الصوت يقطع لي راجع من في المطار. صوتك واضح جدا بالنسبه لنا، صوتك واضح جدا. الفنان كاظم الساهر يعني كثر الحديث، طبعا حديث الصحافة عن الخلافات بين الفنان محمد عبده والفنان كاظم الساهر حول لقب مثلا فنان العرب. أنت الآن على الهواء وهذه أول مرة تتكلم فيها على الهواء في حديث مع الفنان محمد عبده، هل هناك خلاف بينك وبين محمد عبده؟ لا، حول لقب فنان العرب مثلا؟ لا أبدا، بالعكس. شوف، هو أولا أنا ما أتقدم على ما كل انسان يعرف حدوده ويعرف مشواره كيف يغطيه بفنه وبلياقته وبعمله الجميل. وسار محمد اخذ هذا اللقب بجداره، وانا نفسي يعني اتمنى انه هذا دائما من يقدمه على المسرح يقدمه بهذا اللقب، ما حيتقدم له. حلو يعني احنا نقول بالعراقي لوغلا. والله والله انت اللي كلامك جميل يا استاذ كاظم. كنا نتمنى تقولي لوغلا يعني. الله، كنا نتمنى انك انت تكون موجود معنا، وان شاء الله ان شاء الله انت لازم توعدنا الحين بزياره قريبه لتلفزيون دبي. طبعا هذا بكل سعاده اكيد يعني. وبلغ مره ثانيه تحياتنا للاستاذ محمد استاذ كاظم ويوفق مسيرته. استاذ كاظم يعني منو بيغني قبل الثاني من الحان الثاني، محمد عبده ولا كاظم الساهر؟ لا، هو شوفوا مسألة من يغني قبل الحان. أنا على فكرة مجهز لحن إن شاء الله. والله برافو. أنا هغني من الحان كاظم. طيب كويس. أنا مجهز لحن حلو يستاهل الصوت الحلو إن شاء الله. لأن صوت أستاذ محمد جدا، ولازم من تعمل له أغنية لازم تفكر وتحسب لها حساب بالحساب اللي هو، لأن من الأصوات النادرة في زمننا هذا واللي فعلا محتاجيها. يعني فعلا أستاذ محمد إحنا محتاجين تكون أن من مثل صوتك ومثل القيمة اللي تعطيها للناس الجميلة، الجمال والرقي والتعبير الحلو في الكلام والألحان الجميلة اسمعها. يا ريت يعني نظل، بالعكس احنا محتاجين مثل صدق وياء في الساحة، حتى على الأقل واحد يعني يحسك وكم منافس إلى في أغاني جميلة تطلع حتى تستفز فينا شوية، استفيد فينا شويه حتى نطلع من والله استاذ اكمل الموضوع الحساس شويه. والله استاذ كاظم نحن محتاجين لفنكم انتم الاثنين، ومحتاجين انكم انتم تتعاونون حتى ترتقون بالفن اكثر واكثر، لان وضع الفن العربي انت تعلم اكثر مني ان وضع الفن العربي سيء جدا. نحن والله انا كنت على اساس الله يرحمه الاستاذ طلال مداح، وانا بصراحه كان الخبر يعني، وحكيت فيه كلام في الام بي سي، وكنت حتى كنا مهيئين مثل العمل في وقتها المسار في القسمة. وانا من معجبين ايضا بالاستاذ طلال مداح، وانا اشكر الاستاذ محمد تليفون شويه سنقص سمعته يتكلم عنه كلام جميل. هذه بس من اصالته ومن اخلاقه الجميله ان يجيب زميله ويتكلم فيه. ومره ثانيه انا يا اخي اتمنى اكون معاكم، كنت اتكلم كلام جميل يستحق الاستاذ محمد. ما قصرت، شكرا الف شكر. وانا سعيد الليله اني اسمع صوتك لاول مره.
الله يسلمك. شكرا جزيلا لك. وانت قلت ان في لحن لمحمد عبده، والفنان محمد عبده ابدى استعداده التام لتقبل هذا اللحن.